كوكب الأرض مذهل، كوكب بيمتلك بيئات متنوعة، كائنات مدهشة، أماكن في منتهى الغموض، مصدر إلهام لناس كتير بتحاول تتخيل هل الفضاء الشاسع ده بيحتوي على كوكب مذهل زي كوكب الأرض؟ ولو في كواكب تانية إزاي هتكون أشكال الحياة على كوكب بضعف عمر كوكب الأرض؟ فرصة للإبحار بالخيال لعالم مدهش، كوكب بيحتوي على عديد من البيئات المختلفة، عالم فضائي غامض مليء بالتحديات. فاستعد يا عزيزي المشاهد بالمشروب المفضل، لأننا المرة دي هنسافر لكوكب مختلف تماما عن كوكب الأرض. كوكب فياترس من أكثر الكواكب الشبيهة بالأرض، بيحتوي على منظر خارجي متشابه جدا مع كوكبنا، على الرغم أصلا أنه كوكب غازي مش صلب، لكنه بيحتوي على مسطحات مائية كتيرة، ومستويات الإشعاع من النجم مناسبة جدا للسماح بوجود المية في حالتها السائلة. وعلى الرغم أن عمر الكوكب ده 8 مليار سنة، يعني حوالي ضعف عمر الأرض، إلا أنه نجا من الكويكبات المسببة للإنقراضات. فمقارنة بكوكب الأرض اللي مر بخمس انقراضات جماعية على مدار تاريخه، كوكب فياترس عاش حالة من الاستقرار الكبير، وده بيرجح أن الكائنات الأولية ما زالت حية حتى الآن، وده بيضع الكوكب في تنوع حيوي عظيم، كائنات في السماء والغابات وأعماق البحار. وبسبب اختلاف أجواء فياترس عن كوكب الأرض، حياة المخلوقات برضو اختلفت. معروف أن الحيوانات على الأرض بتعيش بمبدأ البقاء للأقوى، الكائنات العاشبة بتتغذى على النباتات، والمفترسات بتتغذى على الحيوانات العاشبة. لكن الحياة في كوكب فياترس بتعتمد أكثر على المنفعة المشتركة. في بعض الأحيان بيبقى في موقف الفريسة أو المفترس، لكن أغلب المخلوقات دي بتعتمد على عمليات البناء الضوئي زي النباتات في كوكب الأرض. ونسبة اعتماد الكائن على التمثيل الضوئي بتختلف حسب نشاط الكائن نفسه، يعني لو الكائن نشاطه ضعيف هيعتمد بشكل أساسي على البناء الضوئي كغذاء ليه، لكن لو الكائن نشط في الحركة اعتماده على البناء الضوئي هيكون أقل، وهيعوضه بالمنفعة المشتركة أو الاصطياد. ولو بصينا على أشكال الحياة هنلاقي أغلب الكائنات بتمتلك العديد من الأرجل اللي في الأغلب بتبقى نحيفة. ولو هتسأل عزيزي المشاهد إزاي الكائنات دي بتعرف تتحرك بالأرجل النحيفة دي، الإجابة هتتمثل في الجاذبية، لأن جاذبية فياترس أقل بكتير من كوكب الأرض، فالحركة بتكون أسهل، وده بيخلي الكائنات الكبيرة في الحجم بتمتلك هياكل عظمية أقل من حجمها الأصلي، والسمة دي مشتركة في كل المخلوقات. وبرضه من السمات اللي موجودة في أكتر من 90% من المخلوقات هي التلألؤ الحيوي، اللي هيظهر أكتر لما نتكلم عن الغابات المتوهجة. ممكن حد يشوف فياترس كوكب شيق جدا، لكنه بيمتلك كائنات بتمتلك نفس الصفات، بس بالحقيقة عزيزي المشاهد فياترس بيتمتع بتنوع حيوي رهيب جدا، وده هيبان أكتر لما نتوغل في البيئات المختلفة لهذا الكوكب. بالوصول إلى منتصف القارة الجفاف بيبقى كبير، ده غير إن سلاسل الجبال بتمنع هطول الأمطار وبتساعد على التصحر، وحتى أي مياه بتتواجد بسبب الأمطار الموسمية بتتبخر بسرعة كبيرة لأن الحرارة مرتفعة جدا. وعلى الرغم من كل العوامل دي اللي بتقف ضد تطور الحياة، إلا أن البيئة الصحراوية تميزت بتنوع حيوي كبير وتكيف مع الظروف الصعبة. بترجع جميع مخلوقات الصحراء إلى مأواها بحلول الظلام، ما عدا السايكلوبتكس نايت سيكر أو باحث الليل. الكائن ده بيفضل التجول في الظلام، المنافسة في الوقت ده بتكون أقل بكتير من النهار، لكنها برضو بتمثل تحدي كبير. باحث الليل بيقضي معظم الوقت في البحث عن أي بقايا أكل ممكن يستفاد منها، وفي الأجواء الصعبة دي من النادر أنه يجد أي شيء. وعلى الرغم أنه بيمتلك خصائص دفاعية بتتمثل في القشرة الرأسية الصلبة، وخصائص هجومية بتتمثل في الزوايد الأمامية الحادة، إلا أنه مش بيفضل الاصطياد نهارا تجنبا للمفترسات، على عكس كائنات زي حراس الصحراء. الكائنات دي مش بتتواجد غير في النهار، وده بسبب اعتمادهم الأساسي على التمثيل الضوئي كمصدر الغذاء. وعلشان حراس الصحراء يحذروا بعضهم من المفترسات، بينفخوا الحويصلات الهوائية أعلى رأسهم كإنذار للخطر، وبكده بيكونوا في أمان خلال أجواء النهار الخطيرة. ومع وصول الأمطار الموسمية أخيرا، المونولوس هي أول الكائنات اللي بتوصل لمناطق تجمع المية، بترصد العيون الأولية على جانبيها انعكاسات الضوء من المية، وبتمتد الأنابيب السميكة إلى برك المية، وبعد كده بتمتص المية لداخل الجسم. هنا المونولوس بيحاولوا يخزنوا مية على قد ما يقدروا، وممكن يعيشوا طول السنة على مرتين أو ثلاثة من الحركة دي، لكن علشان يوصلوا بسرعة للمية قبل ما تتبخر بيحاولوا يتواجدوا في المناطق المحتملة في هطول الأمطار.
العجيب إن لما المونولوث بيحصلوا على المية في أضواء حيوية بتظهر عليهم، وده بيجذب طيور النقص اللي بيعتبروا المونولوث مكان للراحة من السفر وتربية الصغار. طبعا ده مش ببلاش، في المقابل المونولوث بتحصل على فضلات وبقايا الأكل من طيور النقص اللي طبعا هتساعدهم كتير في النمو، فهنا كل طرف مستفاد، طيور النقص بيحصلوا على المأوى والمونولوث بيحصلوا على غذاء عضوي. الغريبة إن طيور النقص بتميز مونولوث عن التاني بنمط الأضواء الحيوية، وده بيخليهم يرجعوا لبيتهم الأصلي مهما بعدوا عنه. ولو بتتسألوا عن الكائنات الصغيرة اللي حوالين المونولوث، دول عدائين الصحراء، كائنات بدائية بتعيش في قطعان وبتميل لحياة الرحالة، أي مكان هيوفر مياه بيروحونه مباشرة، وفي الأغلب بيتتبعوا حركات المونولوث للوصول لأهدافهم. لكن أقوى المخلوقات في صحراء فياتريس هي الشاين باكس، الملقبين بإمبراطور الصحراء. في الأغلب بيتسلقوا التلال الوعرة للحصول على الهواء البارد أو مصدر إضافي للغذاء، بس نظراً إن حجمهم كبيرة، طول الفرد ممكن يعدي 2 متر، فبيبقى صعب على الأرجل الثلاثية التسلق إلى المناطق المرتفعة. في الحقيقة الكائنات دي متكيفة بشكل كبير مع حياة الصحراء، الأغطية العاكسة بتخفف من أشعة الشمس الضارة، وفي زوائد على جانبي الرأس بتقلل كتير من حرارة الشمس، فعلشان الكائنات دي بتتميز بحجم كبير وقدرة عالية على تحمل الحرارة بالإضافة إلى سلوك جماعي وقائي، من الصعب على أي مفترس إنه يصطاد الإمبراطور شاين باكس. صحراء فياتريس بيئة قاسية جدا، لو مش هتتكيف مع الوضع أكيد مش هتجد مكان في السلسلة الغذائية، بيئة انتهازية مليئة بالمخاطر، البعض بيفضل النشاط في الظلام والبعض الآخر ما بيخافش من أي حد. وزي ما شفنا على الرغم ان البيئة قاسية الا ان الحياة تواجدت وتنوعت، فما بالكم بالحياة في الغابات المنخفضة. تمثل الغابات المنخفضة منطقة حيوية شاسعة ومليئة بالتحديات، بينتشر حيوان السجاد الانبوبي المتشابك بشكل كبير في الغابة المنخفضة بنمو سريع على اغلب المناطق، لدرجة ان المخلوقات اللي بتعتمد على البناء الضوئي محتاجة الحركة اكتر علشان تعرف تواكب سرعة نمو السجاد الانبوبي. وهنا نبجت شبكة غذائية متنوعة ومتزنة، السجاد الانبوبي سريع النمو، فده بيحفز الكائنات البطيئة انها تسرع من حركتها، وكمان المفترسات بتتغذى عليه بحيث انهم يعرفوا يتعايشوا من ناحية، ومن ناحية تانية ما ينتشرش بشكل مبالغ فيه. ده غير برضو ان السجاد الانبوبي بيمثل مخبأ للكائنات الصغيرة، فهو كده بيعتبر مصدر للغذاء ومخبأ من المفترسات، وكمان بيحفز الكائنات البطيئة انها تسرع من حركتها. اغلب كائنات فياتريس بيعتمدوا على التمثيل الضوئي، وكل ما الكائن كان اكثر حركة اعتماده على البناء الضوئي كان بيقل. المشاة السفر الكبار دول نشطين جدا وبيعتمدوا على الاصطياد كمصدر للغذاء، على عكس الكروت المستديرة الكبيرة، دول اعتمادهم اكتر بيكون على البناء الضوئي، وعلشان يحتفظوا بمكانهم في الارض بحيث ان السجاد الانبوبي ما يغطيش عليهم او حتى يبعدوا المفترسات عن السطح، بيستخدموا دفاع كهروكيميائي، بيفرزوا مواد كيميائية على السطح بتكهرب اي مفترس يلمسها. وكائنات كتير في الغابات المنخفضة طورت اليات دفاع واصطياد علشان تعرف تعيش، يعني مثلا كيوريوس داسيا او الداسيا الفضولي، ده كائن انتهازي بيتجول في الغابة على نحو كبير، وبتوضح أشكال العيون الثلاثة في المقدمة إن الكائن ده بدائي جدا واحتمال يكون من أوائل الكائنات على الكوكب، لكنه عرف يطور الزوائد الأمامية من مجرد آليات قتال بسيطة إلى زوج دقيق من الأدوات اللي يقدر يستخدمه في أغلب الوظائف. وبيرتفع الداسيا الفضولي عن الأرض 1.5 متر وبيمتلك 3 أرجل قوية ومرنة، وبمجرد إنه يلمح أي حاجة مثيرة للاهتمام بينقض عليها بسرعة غير متوقعة، وده راجع للأرجل الهيدروليكية القوية. لكن لو هنتكلم عن الكائنات العملاقة واللي شبه سيطرت على الغابات المنخفضة، هتكون الفرقاطة الوردية، كائن بدائي كبير في الحجم بيتميز بزوائد مرتفعة أعلى الجسم وأكراس صغيرة مفترسة في الأسفل. الكائن ده علشان يضمن مكانته في الغابة ويتأكد إن السجاد الأنبوبي مش هيستحوذ عليه، كان بيشغل الأكراس الصغيرة اللي بتسمى الأوربكس تحت سيطرته. الأوربكس ممكن يأكلوا لحم بيقدر بنصف وزنهم من السجاد الأنبوبي، وده بيسمح للفرقاطة إنها تحافظ على مكانها في الغابة. وعلشان الأوربكس بيعتبروا كائنات صغيرة في الحجم، فممكن تجذب المفترسات ناحيتهم زي كورتينا الزرقاء، كائن بيشبه الداسيا الفضولي لكن على أصغر، وبيتميز بلون أزرق على طول الجسم، وفي الأغلب بيلاحظ الأوربكس من بعيد لبعيد لأن الفرقاطة الوردية بتمثل دفاع ليهم، وطبعا ده راجع للحجم الكبير،
فزي ما الأوربكس بتحافظ على مكان الفرقاطة في الأرض، كمان الفرقاطة بتحمي الأوربكس من المفترسات اللي زي كورتينا الزرقاء. ونظرا إن أغلب المخلوقات بتعتمد على البناء الضوئي، فكل كام يوم بيغيروا مكانهم علشان يبعدوا عن السجاد الأنبوبي، لأن السجاد الأنبوبي ممكن يغطي عليهم ويمنع وصول ضوء الشمس. لكن من الكائنات الذكية اللي عرفت تتخطى الموضوع ده هي الفوم سباير، كائنات شبيهة بالطحالب المائية في الشكل وبتغطيها فقاعة شفافة. هي بتنمو في المقام الأول عن طريق امتصاص أشعة الشمس، لكنها كمان بتتغذى على العوالق الجوية اللي بتلتصق بالفقاعة الشفافة. ده غير إنها ممكن ترتفع أمطار عن الأرض علشان تبعد عن السجاد الأنبوبي. وطبعا كل ما الرياح تشتد كل ما بتحصل الفوم سباير على غذاء أكتر من العوالق، وده بيخليها من أكتر الكائنات الناجحة لأنها تعتمد على طريقتين مختلفتين في الغذاء. ومن أغرب المناطق في الغابة المنخفضة هي الكهوف المظلمة اللي بتشد كائنات كتير للاختباء بداخلها. الداسية الفضولي بتفكر في الدخول للكهف، لكن البيئة دي مختلفة تماما وبتتميز بأضواء حيوية غريبة، فأكيد دي الغابات المضيئة اللي هتمثل تحدي مختلف تماما عن الغابات المنخفضة. الغابات المتوهجة بتمثل مجتمع معزول عن باقي الكوكب. ضوء الشمس تقريبا ما بيدخلش الغابة، ونظرا ان البيئة معزولة الكائنات الحية عرفت تطور استراتيجيات بقاء مختلفة علشان تنجو. من اهمها هو التلألؤ الحيوي. المناخ خلال الغابة رطب جدا لان السقف السميك بيكثف كل الأبخرة المتواجدة، والظروف دي مشابهة للكهوف بشكل كبير. لكن الاختلاف ان الغابة دي مكونة من كائنات عضوية بتتغذى على الشمس اعلى الغابة، ودي اللي بتكون السقف. ولما تكون عايش في بيئة زي دي لازم تحصن نفسك من أي مفترس، لأن البيئة قاسية وكله بيدور على مصدر يعرف يعيش من خلاله. وده اللي بيعمله الجلاديورس، كائن وردي بيتميز بأشواك ظهرية قوية للدفاع وكمان شوكة حادة في المقدمة كهجوم فتاك. الشوكة دي بتقدر تتحرك بسرعة كبيرة جدا، فالجلاديورس بيستخدمها كسلاح قاتل مخترق لكل الدروع. وزي ما قلنا سقف الغابة المتوهجة بيتكون من كائنات عضوية، وده بينشر كائنات حية دقيقة في الجو بتتسبب في عدوى لبعض الكائنات، وبعد كده بتتغذى عليهم لما يموتوا. علشان كده الجلاديورس بيمتلك جلد شمعي بيحميه من اختراق المية لجسمه، فبالتالي المخلوقات الدقيقة المعدية مش هتقدر تخترق الجسم لأنها بتكمن في قطرات المياه المتكثفة. وهنا الجلاديورس بيمثل نوع من الكائنات اللي عرفت تتكيف مع خطورة الغابة المتوهجة. طب يا جيو، انت قلت ان اغلب الكائنات بتعتمد على البناء الضوئي كمصدر الغذاء. طيب لما ضوء الشمس نادرا ما بيوصل للغابة، ازاي الكائنات دي بتتعايش؟ سؤال جميل جدا يا عزيزي المشاهد، وعلشان نعرف الاجابة لازم نروح لكائن اسمه بيرفنتور. الكائن ده بيستخدم المخالب اللزجة بتاعته للحصول على الغذاء. هو بيطيرهم في الهواء الرطب المليء بالعوالق، وأي حاجة تلزق فيه بيتغذى عليها. بس في الأغلب الطريقة دي لوحدها مش هتكون فعالة لأنها بتعتمد على كمية الحيوانات الدقيقة في الجو، فلو الكمية قليلة البريفنتر مش هيكملوا كتير في الغابة. فعلشان كده هم بيستعينوا بالكائنات الزرقاء المتوهجة، لأن المخلوقات دي هتجذب كائنات كتير ناحيتها، ومن هنا يقدر البريفنتور ان هو يتغذى عليهم ويقدر كمان يتعايش بعدم وجود ضوء للشمس. وزي ما ذكرنا قبل كده هي دي المنفعة المشتركة اللي اغلب الكائنات في كوكب فياترس بيعتمدوا عليها. تخيل بقى عزيزي المشاهد ان الكائنين اللي اتكلمنا عليهم دول بيعتبروا من اكتر الكائنات اللي بتمتلك فرص للنجاة لانهم في اعلى الغابة المضيئة. التنافسية اقل، فرص وصول ضوء الشمس اكتر، ونوع من الهدوء موجود. لكن تعالى بقى ننزل لمنخفض الغابة المضيئة، هنجد بيئة مزدحمة بالكائنات، تنافسية عالية جدا، خطر كبير على الكائنات الضعيفة. لكن السؤال هنا، ليه كل الكائنات دي متجمعة في نفس المكان؟ في الضباب المظلم البارد الكائنات المتلألئة بتنور أسفل الغابة، والكائنات اللي بتمثل الهيكل الرئيسي للبيئة دي هي مجموعة من الكائنات اسمها الفيلا. كائنات منتشرة في كل حتة من الأسفل حتى الأعلى، وبتحاول تحصل على أي ضوء من الشمس بيوصل للغابة، وفي الحقيقة هم ناجحين في ده جدا. أي شعاع شمس بيوصل هم اللي بيستفادوا بيه، وده بيخلي جميع المخلوقات اللي بتعتمد على البناء الضوئي في أسفل الغابة ينقرضوا. وصحيح إن الفيلا كائنات مسيطرة في أسفل الغابة وده بيديهم مزايا كتير، إلا إنهم برضو هيختبروا خطر قاتل،
وهي جذب الزواحف الطفيلية من أهمها الاستيرا جولم. قاعدة السلسلة الغذائية في أسفل الغابة المضيئة بتتكون من الأوتوتروفيس، ودي الكائنات اللي بتعتمد على المواد العضوية أو التمثيل الضوئي علشان ينمو. فبما إن ضوء الشمس مش بيوصل بسبب الفيلا، الاستيرا جولم بيبتدي يسحفه عليهم وتفرز مواد كيميائية هاضمة على سطح الفيلا، ومع الوقت بيتغذوا على اللحم. وممكن هنا نعتقد إن أكبر مستفيد من البيئة دي هي الاستيرا جولم، لأن الفيلا موجودة في كل مكان، كل اللي عليا إن أنا أسحف عليها وكده تكون اتعشت. بس الحقيقة إن زي ما الفيلا بتجذب الاستيرا جولم، كمان الاستيرا جولم بتجذب ناحيتها مفترسات مختلفة بيجدوا إن لحمها لذيذ، فبيبتدوا يتغذوا على الزاحف الطفيل الكبير ده. علشان كده أسفل الغابة المتلألئة بتمثل بيئة انتهازية مختصة بالكائنات. الفيلا بتمتص ضوء الشمس، وده بيجبر الكائنات إنها تعتمد على نفسها في الاصطياد. وبما إن الفيلا بتجذب مخلوقات ناحيتها، المفترسات برضو بيجوا علشان يجدوا فرص للاصطياد، فكده كله بيستنفع من كله. لكن لو ركزنا على أسفل الغابة من تحت على اليسار، هنشوف كائن بيزحف من بركة في منظر مريب. فتعالوا ننزل لأعماق بركة الغابة المتلألئة ونشوف إيه اللي بيحصل هناك. في البركة المظلمة تحت أرضية الغابة المتوهجة، بنشوف مجتمع متنوع بشكل مدهش، عارف يتكيف مع الظلام الشبه الدامس. بنشوف كائنات صغيرة كتير بتعوم وبتتغذى بشكل كبير على غاز الميثان، غاز طالع من تحلل الكائنات العضوية في الأسفل. ومخلوقات كتير بتستنى ارتفاع الغازات علشان يتعايشوا عليها، في حين إن في زواحف مائية بتتغذى من المصدر على طول. بس سواء دول أو دول، كلهم كائنات بسيطة مش بتمثل أي خطر، لكن بيظهر في الخلفية وحش غامض بيهيمن على البركة المظلمة وبيلتهم أي حاجة بتيجي في طريقه. علشان كده أغلب كائنات البركة بتتجنب التواجد أمامه خوفا من الموت. كوكب فياتريس هو في الحقيقة اسمه فيتريس، بس أنا حابب أسميه فياتريس لأنه أحلى بالنسبة لي. وده عمل فني من قبل الفنان مايكل بودري، عمل بيصنف تحت علم الأحياء التأملي، وده عبارة عن تأمل لكوكب الأرض مدهن ومحاولة تخيل بسيط لشكل كوكب فضائي. كوكب فياتريس لسه منتهاش، لسه فيه رحلة للمحيطات وللسواحل وبيئات مختلفة تانية، لكن علشان ده توجه مختلف في المحتوى، أنا هستنى أراءكم في التعليقات. هل نخلي جزء في القناة للخيال العلمي بالإضافة للمحتوى العلمي اللي بنقدمه، ولا خلينا في العلم الصريح؟ هعرف ده من خلال آرائكم في التعليقات واللايكات على الفيديو ده، علشان أشوف نكمل شرح الكوكب فياتريس في جزء تاني، وبرضه ننطلق لكواكب تخيلية تانية ولا لأ. أنا مش عايزك يا عزيزي المشاهد تحس إن أنا بغير محتوى، ده عبارة بس عن جزء جديد في القناة بالإضافة للجزء الأساسي، ولو مش عايز نكمل فيه اعتبر الأمر منتهي ومش هنتطرق للخيال العلمي تاني. وبس كده، كان معكم جيو، أتشرف جدا باشتراككم في القناة، وشكرا على وقتكم، سلام.